اختتمت اجتماعات لجان البرلمان العربي بالجامعة العربية اليوم حول رؤية البرلمان العربية لتفعيل دور وآليات عمل المنظمات العربية المتخصصة والسعي للوصول إلى تكامل اقتصادي وسياسي واجتماعي عربي واحد. ناقشت أيضا لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية حول الحالة الاقتصادية في العالم العربي، فضلا عن موقف الدول الأعضاء إزاء سداد المساهمات السنوية للبرلمان العربي، مضيفا أن الكويت من أولى الدول التي تلتزم بالسداد بهذا الخصوص. بمشاركة كويتية عقدت اجتماعات لجان البرلمان العربي بالجامعة العربية للتحضير للجلسة العامة الثانية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وناقشت اللجنة السياسية عددا من الموضوعات على رأسها صيانة الأمن القومي في هذه المرحلة الحرجة ومشروع وثيقة الأمن المائي العربي. نأمل أن تستطيع جهودنا اللي هي مستمرة وتستند على حكمة صاحب السمو الأمير ثم على سياسة دولة الكويت الرامية لتعزيز العمل العربي المشترك، ونأمل أن نشهد استقرار في الأوضاع وعلى الأقل حقن لدماء المسلمين والأشقاء العرب في كثير من الأقطار. بتنا في قلق كممثلي للأمة، غايتنا أن نفعل العمل العربي المشترك وأيضا نحقن الدماء وندفع باتجاه الاستقرار والأمان في ربوع الوطن العربي. كما ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية تقريرا حول الحالة الاقتصادية في العالم العربي وما تشهده بعض الدول من اضطرابات اقتصادية غير مستقرة. تم بحث مشروع جدول أعمال الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية والمالية وموقف الدول من سداد الاشتراكات السنوية للبرلمان العربي. وللعلم الكويت هي أول دولة تدفع مساهماتها في البرلمان العربي. تم بحث أيضا تقرير بشأن المهام الخارجية للبرلمان العربي ورؤية البرلمان العربي بشأن تفعيل دور وآليات عمل المنظمات العربية المتخصصة والسعي للوصول إلى تكامل اقتصادي وسياسي واجتماعي عربي موحد. وقد عقدت اللجان النوعية الفرعية اجتماعاتها أمس لدراسة آخر مستجدات القضية الفلسطينية وما يرتبط بقضايا حقوق الإنسان. التطورات التي تشهدها المنطقة، مستجدات العمل المشترك، دراسة مشاريع القوانين الاسترشادية في المجالات كافة، كلها أهداف رئيسية تناولتها اجتماعات اليوم بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة من جديد. أمل مسعد من مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تلفزيون دولة الكويت، القاهرة.